البرد القارس في فصل شتاء جديد، معاناة سنوية فقمتها الأمطار وقلة الموارد. في مخيم ضيوف الشرقية لا يتوقف الأمر في كل عام على معاناة أهل المخيم من أمراض البرد وانعدام مقومات التدفئة، إنما يتفاقم إلى أضرار مادية أيضا. في العام الماضي تعرضنا لأمطار غزيرة وطوفانات في المخيم، والخيم أكثر من نصها طافت، أكثر من نص متر، ثلاثة أرباع المتر وقف فيها المي، والمهجرين اللي كانوا ساكنين فيها كلها طلعت لبرا، هربت هي وأطفالها. وكان الجو شتاء قارس جدا، بارد بارد وأمطار غزيرة. كمان فيه صار عندنا حرائق بعض الخيم. أبو جلال نازح من حلب منذ عدة سنوات، معاناته تجددت مع أحفاده اليتامى، فهو لا يستطيع تأمين احتياجاتهم، إضافة إلى تنقله من مخيم إلى آخر معهم بسبب ظروف المخيمات السيئة. أوضاع طابل تعبانة، نحن من طالب يعني حتى التدفئة عم نضطر يا منحط فحم يا منحط حطب، ممكن كانت تشعل الخيمة، ممكن نضر صحتنا، يعني عم بصير فيها أذى كتير للأطفال، عم نجي بناخذهم ما عم نلحق للمستوصفات. من احنا هلا بيركين بالمخيم، حرامات مثل عادة ما في، لبس للأولاد ما في، مصرات وشغل هيك، عمل الواحد يشتغل يعتمد على نفسه. مثل حكيت أنا هلا عمري 60 سنة أقدر واشتغل، الشباب ما يملاقي تشتغل. أكثر من 230 عائلة في هذا المخيم يحتاجون كل شيء من لباس شتوي وتدفئة وسكن يقاوم ظروف الشتاء السيئة، لكن ما من مجيب لنداءاتهم من جهات ومنظمات داعمة. المخيم يعاني من عدم تجاوب أو وجود منظمات لتقديم الخدمات للمخيم. ناشدنا كثير من المنظمات لم نجد أي تجاوب. يوجد في المخيم بحدود 230 عائلة تحتاج إلى مساعدات عاجلة وتأهيل للطرقات بالمخيم وإنارة المخيم. تبقى الظروف القاسية محيطة بالنازحين ضمن المخيمات عاما بعد عام، وتبقى الأكثر سوءا بعد الظروف الصحية والفقر هي مجابهة كل فصل شتاء بأقل الأضرار الممكنة.